ثم حاجة بديعة اللي زادة تحسب للمصر البطولة المصرية وقت اللي أنا النادي الأهلي الأهلي نادي الأهلي نشبه برشا بالبايرن في ألمانيا. يعني الكابتن صار كان اسمع فيته ويتعجب الكلمة دي يستقطب تقريبا أبرز النجوم اللي في البطولة المحلية. مش نعطيك طاهر محمد طاهر أفشة سولية محمد شريف تقريبا نحكي على الجينيراسيون هذه بخلاف أسامي كبيرة سبقت قبل كل من ملاعب تنتدبوا من الفرق اللي هي اقل منها من المستوى وما عندهاش طموحات باش يلعب في افريقيا الا وينجح الانتداب هذاك. على عكس تو رفقي قال كلمه قال هما راهو الانتدابات نتاع الاجانب نتاعهم راهي مش ناجحه راهو اخر واحد في لاغي راهو سينو ديونغ راهو معلوم المنتخب البيني يحكي على خلينا نحكي خلي من علي معلول اليو ديونغ وقتها نجح خاطر معناها ظهر مع منتخب بنين وبعد نجح اما كراس حربه مهاجم التو لقاو وهذه معضله كبيره برشا اما لكن الانتدابات المحليه ناجحه. مثلا الترجي انتدب شادلي غراب حسين الحربيوي حسين الربيع امين النبزي لاعبيه في البطوله المحليه نتاعنا محترمين عندهم اسامي لكن ما عطاوكش الاضافه. عثمان عاش في الترجي برشا انتدابات جاتك وقت اللي مشيت لافريك ما لقيت حتى شيء وتوا حتى الجيل الحالي في الترجي الموجود انا ما نحبش نستبق انتدبت انت عندك العرفاوي عندك بن حموده عندك هذوما لاعبيه اللي تقريبا تالقوا في البطوله التونسيه اسكو مش يعتبركم بعض اضافه في الشامبيونز ليج ولا لا؟ هنا نقول نسال سؤال ان شاء الله معناه نهار تجي الاجابه شنو هو الفرق بين تكوين الملاعبيه في مصر وبين تكوين الملاعبيه في تونس وعلاش ملاعبي من البطوله المحليه في مصر ينجح في النادي الاهلي ويتالق من بعد في الشامبيونز ليج ويمشي لبعيد وشفنا حتى محمد هاني وشفنا ملاعبيتهم ويمشي ويعطيه اكثر ما يمكن واحنا حد وحد البطوله وقت تطلع بطولتهم اقوى من بطولتنا ايه السؤال هنا الفنيين نجموا يجيو حتى احنا راهو المرشي المحلي صعيب برشا المرشي المحلي ما عادش يعطيك الشوا